سردي قراره صار لي زمان باللعبة لو ريات بتحكي بتنطق الضخم باسمي طاشة معي صعبة عادي قاعدة عادي صاحبي عارض الحرقة بالمعدة هيدا الجوع فكرة كاسبة تركيز رفيع المستوى قناص بصورة جامدة عفكرة كل فترة فكرة بتلفت لي فكرة يسمي كل فترة باسم شغلي كذكرى ما تزدت إز ما بستا لزدت تكشة ما تكبها شفك أول كسب يكشف لك عن إذنك بعرف طعش تب تدسك لهيك شكلت لك مع كل شفتك كمبار ليهزك مع كل شفتة بيجيك بار ليهزك بعد الريحة على الأصابع إز بهمك ما بغشك اسمع بدك عم فكر كسرك ولفك مش قانوني بس قانوني خاص ناص عالاربع الصبح طاش تيزبط راس لف طعش حسب الرعش عاش دفع كاش المهم قبل الساعة 12 تسليمه كان دقيق بتقول عنده عملية بدل قبيب اشارة مفهومة طالما كنت لبيب اسلوبه راقي ومش عنيف بضاعة مش منيحة عادي اصلا ما فيش رديف قصة عويصة تشفيطة مصير بحريصة بركة اعلى ولك ايه بسيطة مش عنقيسة تربيح جميل من كيسنا اللي صار خالص ناقص علوم كيمياء وفيزياء تضل غاطس طريقة اللف عالموضوع ضيق نفسي بحاجة لانقوب الهيئة المبيع مغشوش الحق عالمندوب البدو لحس الطابع تاريخة قاطع وبعد الريحة عالاصابع كل شفطة بيجيك بار ليهزك بعد الريحة عالأصابع إز بهمك شيل دون طيبين أنا ما بغشك اسمع بدك عم فكر كسرك ولفك مين اللي روحه طلوع وما بيروح إلا طلوع حتى روحه لما تروح بتروح طلوع عطول ابو الجوع من يوم يومي رب السرد بطير لبعيد حتى بكوانين ومدنق بردي في شروط لتركب معي انه انا تركب معي بتركب علي افلامك ما حتركب معي اوكي يا مان يا دود خلينا نحط حدود وبعد في شوية شروط لتلتزم المطلوب اولا ممنوع منعا باتا ذكر الاسم ولا حتى ذكر الاسم يلي مرة ذكر الاسم ثانيا مبلوم اللي بخاف ما بيدوم بالعكس انا طيار غرام وطير بين الغيوم تالتا وان كان وين ما كان علنا ممنوع انك تفقد السيطرة ابدا رابعا لا تضل عالي حافظ على الطعجة حد البشر لحجر ولا تغطي صوت القداحة ببعجة مفهوم خامسا مطلوب دائما خاف بس ما تستخف فيه بهالامور ابدا مع كل شفطة بيجيك بار ليهزك بعد الريحة عالاصابع إز بهمك شيل دون طيبين انا ما بغشك اسمع بدك عم فكر كسرك ولفك مع كل شفطة بيجيك بار ليهزك بعد الريحة عالاصابع إز بهمك ما بغشك اسمع بدك عم فكر كسرك ولفك